أخبار اليوم. شاب مصري يبلغ من العمر 34 عاما يؤمن بأن أجداده القدماء المصريين هم أول من قاموا باكتشاف الفضاء وأول من اكتشفوا المريخ. يعتبر عمله بوكالة الفضاء الألمانية امتدادا لما بدأه الأجداد من آلاف السنين. هو عضو بمؤسسة ملاحة الفضاء الدولية ومرشح للحصول على جائزة المؤسسة لجهوده في مجال عمله، وهو صاحب وجهة نظر أن الحياة على الأرض ستأتي يوما وتنتهي كما أبيدت من قبل، فالمريخ هو المستقبل الحتمي للبشرية، فهو يعمل من أجل تأهيل البشرية للعيش على الكوكب الأحمر. هو المصري الوحيد الذي يعمل بوكالة الفضاء الألمانية، إنه المهندس أحمد فريد. أنا اسمي أحمد فريد، بشتغل في وكالة الفضاء الألمانية، يعني المصري الوحيد في عملية فضاء في وكالة الفضاء الألمانية. بنتحكم في المعمل الأوروبي في محطة الفضاء الدولية. تركيز في السنوات الأخيرة على أبحاث على المريخ، ربطتها بقدماء المصريين لأن قدماء المصريين هم أول ما اكتشفوا وجود كوكب المريخ، وكان مسمى ساعتها الكوكب الأحمر، هو المسمى بتاع كوكب المريخ لغاية دلوقتي في وكالات الفضاء الدولية زي وكالة ناسا. لما بنعمل presentation على وكالة فضاء على المريخ للقدماء المصريين قالوا بنسميه مجازا اسمه الكوكب الأحمر. المريخ هو فعلا هو كوكب، يعتبر كوكب أخ لكوكب الأرض، يعني في صفات متشابهة كتير جدا ما بين كوكب المريخ وكوكب الأرض. طبعا أول كوكب لينا بعد كوكب الأرض هو كوكب المريخ، ولكن ده ما بيدلش على أنه قريب مننا. كوكب المريخ دون البعد المسافة عن كوكب الأرض وكوكب المريخ 3 سنين رايح بس. في نقطتين معينين لما بيكون كوكب الأرض والمريخ بيكونوا 6 شهور، لكن دي بتيجي لكل كذا سنة مرة أن تكون المسافة ما بينهم 6 شهور ومش 3 سنين. في الأول خالص بعد انشقاق الكواكب اللي حصل أن المريخ والأرض كان عندهم نفس الفرصة لتطوير الحياة. اللي طور الحياة هي كانت كوكب الأرض وليس كوكب المريخ. هو نصيحة اللي أنا بوجهها للشباب في مصر أو كل، يعني هو أنا شاب، يعني أنا شاب زي الشباب، وأنا بتكلم من عيون شاب. طبعا أنا يعني النجاح دي حاجة بتتوافق فيها حاجتين، بتوافق فيها جهدك الشخصي وطبعا الحظ، ده برضو حاجة يعني، بس ما ينفعش ان ما تعملش جهدك الحظي الشخصي بس ما ينفعش ما تعملش جهدك الشخصي وتعتمد على الحظ، او تعتمد على الجهد الشخصي والحظ مش موجود، فهم حاجتين بيتوافقوا مع بعض، ومن هنا بتحاول ان انت تحقق الامال اللي عندك. اجبتن شون كم نخ اجبتن مخولة بن اجبتن، معناها ان مصر جميلة، تعالى مصر واعمل سياحة في مصر هتنبسطي. ان طبعا يعني الاب والام بيتعبوا جدا علشان يسيبوا لولادهم حاجات ان هم يقدروا يعني يقدروا يقفوا على رجليهم. انا بس رسالتي ان انت مش مشكلة، يعني ما تهتمش بهتسيب لولادك ايه. انا رسالتي انت تهتم تسيب في ولادك ايه، يعني ال 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 الحاجات اللي هتسيبها في ولادك هي دي الحاجات اللي هتفضل لولادك، مش الحاجات اللي هتسيبها لولادك.